مبدئيا عاوز اتكلم على صفقات النادي الاهلي. بدري بنون خلص في النادي الاهلي، ووليد ازارو خلص في الاتفاق السعودي، وجيرالدو هيروح البرازيل. ماشي. طيب اي صفقه تانية هتيجي اجنبيه يبقى هيمشي قبل حد. بدري بنون هيجي مكان جيرالدو، يعني هتجيب سيرينيو يمشي قبله اجاييه او بادج. فاش زار خد يا بيه الانفراد ده، مستر موسيماني، انا بقول لك مفاجات مدويه. ابلغ اداره النادي الاهلي ان نادي صن داونز طلب تاجيل المفاوضات على بيع سيرينيو، جاستون سيرينيو، الى الانتقالات الشتويه المقبله، الى الانتقالات الشتويه المقبله. وطلب موسيماني ايضا منح فرصه، عنده مجموعه كشافين بيثق فيهم، مجموعه الكشافين اللي بيثق فيهم هو قالوا له سيبنا فتره، عندنا عناصر متميزه وصغيره السن ممكن تبقى زي سيرينيو واحسن، فهو طلب من اداره النادي الاهلي عدم التعجل في التعاقد مع اخرين، خاصه ان هو شاف الاجانب اللي موجودين واشده ومبسوط منهم، ورفض التعاقد مع اسامه جلال واشاد، شاف اسامه جلال يعني، واشاد باحمد بكر، قال الشاسيه ما شاء الله، يعني شافه قدام الزمالك قال لك الشاسيه ما شاء الله، فعجبه احمد بيكهام، وشاف بالنسبه لطاهر محمد طاهر على السريع كده شاف له لقطات واهداف وانبهر بقدراته الفنيه العاليه، موافق على بدري بنون وسعيد بيه. بالنسبه ليوسف البلاي اللي قال خلاص يعني طالما عنده مشاكل قانونيه طنشوه، عنده بقى اشكاليه كبيره جدا قال مش هفصل فيها دلوقتي. ايه الاشكاليه الكبيره اللي في الصفقات؟ مشكله كبيره جدا جدا جدا، قال مش هفصل فيها غير بعد الوداد، وما نتكلمش فيها غير بعد الوداد. ايه هي؟ في ثلاثة معروضين عليه ولجنة الكرة عايزة منهم اثنين، وتركوا له القرار. مين يا عم ابو المعاطي الثلاثة؟ الثلاثة هم محمد ابراهيم نجم نادي الزمالك العريق والكيان العظيم والجماهير المحترمة، ده معروض عليه وقال له احنا عايزين اتنين في مركز صانع الالعاب مع ابننا قفشه. التاني ناصر ماهر المبدع مع سموحه، صاحب المهارات الفنيه العاليه التي بدات جماهير النادي الاهلي تطالب بعودته الى القلعه الحمراء مع الابداع والتخلق مع نادي سموحه. طيب التالت عمار حمدي. الاهلي عاوز اتنين من التلاته. الله يخليك يا استاذ فوزي محمد. الاهلي عاوز اتنين من التلاته، يا محمد ابراهيم، ناصر ماهر، عمار حمد. مين من اللي يجي اتنين ونسيب واحد اعاره؟ مش هيخلصوا يعني، لكن هما بيتكلموا في اتنين من التلاته. مستر بيتسو موسيماني طلب تاجيل مثل هذا الامر الى ما بعد مباراتي الوداد، لان كل تركيزه في مباراتي الوداد ومش عارف يلاقيها منين ولا منين في مباراتي الوداد، خاصة مع إصابة أيمن أشرف بشد في العضلة، ومع إصابة رامي ربيعة بمزق في الضمة، فكده مش موجود أصلا في قلب الدفاع سليم غير ياسر إبراهيم، حتى محمود وحيد عنده برضه شد في الضمة. فعلي معلول ربنا يسترها عليه مع تونس بإذن الله. يا سيدي شد في السمانة بالنسبة لأيمن أشرف، شد في الضمة بالنسبة لمحمود وحيد، مزق في الضمة بالنسبة لرامي ربيعة. فهو كل تركيزه مع النادي الأهلي. النادي الأهلي يسافر في التاسعة صباح الثلاثاء إلى المغرب الشقيق لوسط إخوانهم وحبايبهم لمواجهة الوداد يوم 17 إن شاء الله. والزمالك أيضا يسافر 11 صباح الثلاثاء لمواجهة الرجاء المغربي باذن الله. بيراميدز مش عارف هيسافر امتى. بيراميدز برضه هيسافر لمواجهه حوريه كوناكري في الدور قبل النهائي للكونفدراليه.
العودة هنا في مصر 17 و18. نادي الزمالك قدم طلب بأن مباراته مع نادي الرجاء المغربي تنتقل من برج العرب إلى استاد القاهرة. نتمنى بإذن الله أن ده يحصل، لكن كلنا مع الأهلي ومع الزمالك ومع بيراميدز.